السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم سبحة تعلم مع قربان أفغان. تعلم اللغة البشتو مع قربان أفغان جديدة في الفيسبوك. سبحة الرئيسية الآن الترجمة موجودة في العربية في إنجليزي في نفس الوقت. تستطيع من الدروس تتعلم كذا لغات من درس واحد. انظروا هذا الترجمة في الإنجليزي، وفيك أيضا تساويها إلى العربي، مثلا إسباني هنا لإسباني. انظروا هكذا هذا الدرس. انظروا هنا الآن سأقلبها إلى العربية. إلى العربية، أين العربي؟ العربي. انظروا قلب البشتوني ليس بشتوني. الآن بعد أخواني وإخواتي قد طلبوا الدروس اللغة الأردو، إن شاء الله أنا سوف اللغة الباكستان والهند. هاي في الهند اللغة الرئيسية إنجليزي وهندي، ليست أردو، لكن الأردو أقوى لغة، ثالث لغة في الهند أيضا، ولغة باكستان رئيسية. هنا هيك بنفس الوقت من درس البشتو تتعلم اللغة أردو أيضا. انظروا الآن هذه مترجمة، ترجمة بالأردو. هذا الدرس طبعا بالعربي، أنا أشرح الدرس عن الحب والغرام والغزل والشوق أفضل من 100 عبارات البشتو، وأوضحه بالعربي، وهنا أكتب البشتو أيضا وأكلم البشتو. لكن في اليوتيوب هكذا ليس من الممكن حاليا، عندي صعب يعني، يريد وقت كثير. لكن قد قدمت لكم إن شاء الله السبحة جديدة في الفيسبوك. هذه تعلم اللغة البشتو مع قربان أفغان. لرن بشتو قربان أفغان. الآن في أي لغة، يعني في وقت قليل تستطيع من نفس الدرس كذا لغات تتعلم، لأني أوضح في العربي والبشتو وأكتب أيضا البشتو. وهنا في تتغير إذا بتمل، إذا مليت من الدرس، يعني الترجمة إنجليزية اقلبها إلى الأردو، إلى العربي، إلى هندي، إلى برتغي، إلى إسباني، أي واحدة اللغة تريد أنت. هكذا انظروا، يعني بالسهولة في وقت قليل تعلم من نفس الدرس من نفس الفيديو كذا لغات. لهذا السبب أنا قناتي في اليوتيوب لم أسميها تعلم اللغة البشتو مع قربان أفغان، أنا سميتها فقط تعلم مع قربان أفغان، يعني تعلم من قربان أفغان إن شاء الله كذا، يعني كذا لغات، كذا معلومات. ليست قناتي ليست فقط للبشتو، وهذه وعندي الصفحة الرئيسية في الفيسبوك الشخصية أيضا، لكن هذه خاصة 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 للبشتو، الدروس البشتو توضيح وتشريح بالعربي. لكن فيك بنفس الوقت من نفس الدرس نفس المقطع تتعلم كذا لغات. الذين طلبوا مني الدروس الأردو وإنجليزي إن شاء الله سأقدم لكم باليوتيوب، لكن هنا من أي واحد درس تتعلم مني. هنا تتغير المترجمة، الآن مثلا صارت أردو، هنا عربي، هكذا هنا إنجليزي. انظروا هذا درس ثاني. انظروا المترجم سبتايتل، المترجم بالعربي. هنا حط أردو، الآن صارت لغة باكستان وهند أردو. الهندي ليست هكذا الكتابة، لكن في الكلام قريبا إلى الأردو. هذه اسم السبحة،
تعلم مع قربان، تعلم اللغة البشتو مع قربان أفغان. انظروا هكذا البشتو العربي، هنا إنجليزي. هكذا هنا إسفالي. هكذا أصبح سهلة جدا يعني. إيه إن شاء الله هكذا تتعلموا كذا لغات من نفس المقطع. هنا التعبيرات رمضانية من رمضان، درس رمضان. انظروا صحيح آخر أيام بس بس هذه قناتي تمام باليوتيوب. انظروا لمحة أو بالموبايل يطلع لك حول، هنا بالكمبيوتر لمحة، هنا في لمحة يعني الحول. هنا هذه قناتي فلاغز، ما فلاغز غيرها بالإنجليزي ولا بالهندي يعني، ليست للغة. هذا انستغرامي حساب، وهذا بيرسونال شخصية، الصفحة الرئيسية بالفيسبوك عندي شخصية. وهذا لرن بشتو ويت قربان أفغان، معناها تعلم اللغة البشتو مع قربان أفغان. هنا تعمل كليك، انظروا هذا اسم تعلم اللغة البشتو. يعني الآن صرنا في الفيسبوك، الصفحة هاي جديدة، هذه الصفحة انظروا. وفي كثير الشباب وبنات، إخوان وأخوان وإخوات قد طلبوا رقمي أيضا. هذا رقمي هنا، هنا أيضا حاطه رقمي، رقم خاص. أنا لا أحب أنشر رقمي الخاص الواتساب، لكن قد طلبوا كثير تليجرام واتساب. هنا انظروا فتنة، هنا حطوا إنجليزي، بدك إنجليزي، بدك أي لغة فيك تحط. يمكنك رؤيته وإعداده في هاتفك في هذه الطريقة. انظروا هنا في حتى في هاتفك فيك تغير اللغات في كذا لغات، العربية، إسبانيول، إسباني، الإنجليزي، أردو، أي واحدة لغة. انظر كما أوضح في نفس الوقت وفي نفس الطريقة 100% في نفس الترجمة يترجم. الآن أردو صار يها كائك بوت مشهور، فالذين يحبون يتعلموا في قليل الوقت كذا لغة فيشاهد فيديوهات هنا كذا كذا مرات ويغير الترجمة في الإعدادات في هاتف أو في كمبيوتر أيضا. انظر هذه الأردو، اللغة أردو. انسي كهنا هماري، هماري ديرا منانا کا مطلب ہے کہ آپ کا بہت شکریہ. یہ لفظ بہت خوبصورت ہے. ٹول پشتان اور دامین لاری یعنی سب پشتون ان سے پیار کرتے، اور وہ بعض سے کہتے اس کا مطلب ہے بہت شکریہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں. الان انا اکلم اردو لغہ اردو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، بہت مذاق کر رہے ہو، تڑیری ٹوکی کے آپ بہت مذاق کر رہے ہو. الان انا اکلم لغہ اردو، میرا مطلب ہے آپ بہت مذاق کر رہے ہو. آپ العربية تم إنشاء تلقائيا، والبعض فيك أنت تغير في الإعدادات، تم إنشاء الشروح في اللغة العربية. فهذا لا تنسون في الآن. انظروا أصبحت العربي، اللابتوب العربي. Thank you so much.